حيوا معنا النجم الياقوتي استاذ اسماعيل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. بداية وراء كل قصة مؤلمة قصة نجاح، ونهاية كل قصة مؤلمة نهاية نجاح، فتقبل الألم واستعد للنجاح. صراحة صار لي مسجل تقريبا سنة وشهر بهذا العمل بالشركة، بالشهر السادس سجلت تقريبا 6 أشهر ما في عمل، يعني ما في جدية بالعمل نهائيا. فريقي كان كله ما في غير 3 أشخاص اللي هو الأستاذ غسان والأستاذ محمد إياد من الدول أكبر تحية والأنسة فاطمة، يعني كان فريق كله بعد 3 أشخاص ب6 أشهر لأنه ما في جدية بالعمل. فضاقت علي الظروف كتير وصار علي يعني ضغوطات بالحياة كتير، فقررت أنه أنجح بهذا العمل. فبدايتي كانت بالشهر الأول من الحمد لله رب العالمين، ومن أول شهر طلعت وكيل نجم وطلع معي وكيل نجم، فالحمد لله رب العالمين لمدة 5 أشهر طلعت ياقوتي وبفريق الحمد لله رب العالمين اليوم تقريبا 2000 شخص منات السفراء من الجل أكبر تحية. طبعا هي قصة نجاحهم هن ما شاء الله عنهم همم عالية، واتمنى كلام نجوم بفريق الحمد لله رب العالمين. فالإنسان طبعا الأنسة من الله دا من الجل أكبر تحية، وتحضرت مؤتمر وأتحضرت مؤتمر الأستاذ محمود المصري، من هنا كانت بدايتي الحمد لله رب العالمين. فسمعت لها كلمة هي كتير ممتازة وحبيتها جدا، فقالت أنه تحدى الظروف وتحدى نفسك، فأنا الحمد لله تحديت نفسي ووصلت، وإن شاء الله للسفارة طاير وما راح أوقف إن شاء الله. وبشكركم جميعا، هي قصة باختصار يعني الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله للسفير نطير معا. موجه أكبر تحية لكل القارات، تحيات لك سيد وليد أستاذ أحمد، نشكر أستاذ نادر، أستاذنا عمار، أستاذ كمال، تحياتي للجميع، نشكركم جميعا. أحلى إسماعيل والله ما شاء الله حولك أستاذ إسماعيل صاحب الهمة، يعني فاجأنا بانطلاقته حقيقة، يعني ما تحط بباله. إحنا قلت لكم أنا جبت الياقوتية 9 أشهر بسابقين، يعني 6 أشهر ما شاء الله حوله، شفتوا اللي بيحط بباله يا جماعة وبينوي يعني بيجيبه. تمام، الإنسان عنده طاقة كبيرة داخله فقط يستخرجها.